أحسن الله إليكم، ما حكم كتابة الاسم على القبر لمعرفة صاحب القبر؟ لأن عند زيارة المقابر يأتي عنده ويدعو له بالرحمة والمغفرة. الجواب أن ذلك لا يجوز، وذلك لأمرين. أما الأمر الأول فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابة على القبور، وهذا شامل لم يستثنى منه شيء. والأمر الثاني أن هذا الذي ذكره الأخ، وهو أن الإنسان يحتاج أن يعرف قبر أبيه مثلا أو قبر أمه من أجل الزيارة والسلام والدعاء، كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الحاجة داعية، وكان بالإمكان الكتابة، إلا أنه لم يفعل، وكان القبر يعلم بحصاة أو نحوها، فلا تكون الكتابة مشروعة، لأن هذا الأمر قام مقتضاه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأمكن، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فيدل ذلك على أنه غير مشروع ولا يجوز. فيحدد الإنسان قبر حبيبه من الأموات بعلامة بينة من جهة المكان، ومن جهة عدد القبور، ومن وضع حصاة أو نحوها، ويكتفي بهذا، والله أعلم.